انا بقول لك مش هفضل مش هفضل سلام شاهد الطائرة 24 مستشار انا تم النهارده انا تقول مع المستشار انت علي حضرتك لا لا قلت ولا انا تجيلي طرد يا استاذ عايزينك تقول يا استاذ تجيلي الثلاث ايام تمام انا جبت هما كان طالبين 5 مليون جبت لهم 10 مليون كاش بعد اذن استاذ لو سمحت عرضتهم قدام المحكمه هما مش عايزين يا استاذ لو فاضل لو سمحت يا استاذ الفاضل خلع فاتكلم عايزك يا استاذ نور اتفضل مع حضرتك يا استاذ ما تقوليش لو ما تقوليش انا بحظر انا بشوف شغل ما تقوليش لا قدر الله ماتش يوم الجمعه مع فريق الجزائر اللي هو جامد لو حصل اي حاجه بحذر تاني من كارثه ليه؟ لان احنا الفريق بتاعك انت اشتريت لعيبه عشان تدعم بيها فريقك تمام؟ بعد الكوره كنت موجودين اردت 10 مليون نقدا قال لك لا مش هناخدهم ممكن ننزل؟ لا يبقى في حاجه خلاص؟ يطلعوا يقولوا في ايه لكن اللي بيقول لك بقى انت رحت لفيفا المفروض هيتفق ايه المشكله؟ احنا طالعين لايف يا جماعه طالعين بص يا حضرتك اللي بيقول لك اللي راح ما تشتكيش محاكم عاديه انا النهارده خرجت اتحاد الكوره 100 دعوه تمام قلت انا ما اختصمتوش انا قلت يجي عشان ياخد الفلوس يبان قدام مصر كلها ان هو مستعد حضرتك كنت معاك طب يا فندم احنا هو بعد اذنك يا اتحاد الكوره ايه اللي تم النهارده بعد اذنك يا شباب معاك نقدا طب يا فندم اتحاد الكوره ذكر ان النادي الزمالك يا باشا طب انزل تحت يا استاذ يلا يا استاذ